ابتكارات فريدة وسط فعاليات مميزة شهدها مهرجان أبو ظبي للعلوم 2019، والذي يعد فاتحة فعاليات شهر الابتكار في الإمارات، ويهدف إلى تحفيز الأجيال الناشئة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. طبعا الحدث أول حاجة كبير، وفي تنظيم عالي، وفي حكومات، يعني مش حكومات، يعني اورجنايزيشن جامد، بحيث ان هو يساعد ان يبقى شهر الابتكار مش بس شهر مقصور بس برضو على الطلاب، لا، على كل الفئات العمريه، بحيث ان يحصل عمليه مشاركه في الافكار، مشاركه في مشاركه في الاهداف، بحيث ان هم يطلعوا بمنظومه فكريه راقيه تليق بالحدث. المهرجان يشهد مشاركة أكثر من 25,000 طالب وطالبة من مدارس وجامعات أبو ظبي، سيتفاعلون مع ما يصل إلى 95 فعالية وورشة عمل في مجالات مختلفة، إضافة إلى عرض أكثر من 200 ابتكار وفكرة علمية. الشنطة الذكية تحمل شاشة 20 بوصة، تمام، فيها عداد لقراءة كم الطاقة الموجودة، فيها مخارج اليو اس بي، شارجر، يعني ممكن تشارج فيها لابتوب، تلفون، اي حاجه. وفيها اللي هو ريسيفر انترناشونال شانل، تمام، اللي هو يعطيك القنوات العالم اجمع. هذه الاشياء كلها تشتغل عن طريق الطاقه الشمسيه او اللوح الشمسي، بدون اي اضافات يعني، وبدون مخزون للطاقه، مباشره من الشمس تشتغل الشنطه هذه. استكشاف المريخ واستيطان الفضاء وعلوم الفلك أفكار دفعت بالمشاركين إلى ابتكار حلول للمساهمة في مستقبل الإمارات من خلال أدواتهم البسيطة التي استخدموها في تجسيد أفكارهم وأحلامهم إلى حقيقة، على أمل أن تحدث تغييرا في عالم الفضاء. طبعا الورشات زي ما لاحظت فيها يعني ابتكار، طريقتها جديدة، يعني هم كمان بيحصل لهم يعني إلهام لقدام، كمان هم بيطلعوا بأفكارهم الجديدة في تطوير كيف الواحد بيقدر يخلي التعلم في تسلية، فهذا الحلو يعني في هاي الورشات أكثر شيء. ويعد شهر الإمارات للابتكار فرصة للاحتفاء بالمبدعين في مختلف إمارات الدولة وعرض ابتكاراتهم المميزة بجمعهم تحت مظلة واحدة من خلال مهرجانات العلوم والابتكار التي تقام خلال هذا الشهر. يهدف المهرجان إلى تطوير مهارات الأجيال القادمة في المجالات العلمية المختلفة وتعزيز مهارات الإبداع والابتكار لديهم من خلال توفير تجارب علمية متنوعة للوصول إلى إعداد جيل قادر على قيادة مسيرة الإمارات في تحولها إلى اقتصاد قائم على الابتكار. عبد الله الزعبي، قناة الغد، أبو ظبي.